السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي، مرحبا بكم من جديد في قصر الفخامة مع ابو معاوية، ولكم مني كل الاحترام والتقدير. حلقة اخرى رائعة ومراجعة رائعة عن العطور الرائعة. اليوم ساراجع لكم او ساتكلم عن عطر اودو سبايس. اودو سبايس العطر الرائع، الكثير من الاخوة كانوا يسألون عنه، يعني لم يكن متوفر في المغرب. عطر رائع جدا، يعني هو بديل السبايس بوم فيكتور اند رولف، يعني سبايس بوم اكستريم. يعني العطر صراحة العطر رائع، المحبين توابل والفانيليا، يعني عطر حلو مع توابل. العطر رائع جدا، قنينة أنيقة، الشكل يعني مصنوعة بشكل ممتاز، يعني حتى الكاب أنيق، قنينة أنيقة، والعطر ايضا انيق. يعني العطر رائع، يعني كما ذكرت لكم فانيليا وتوابل، يعني ترى ان العطر رجولي، يعني العطر من جميع النقاط يبقى العطر يعني رجولي رائع فخم شتوي. هو العطر ليس بصيفي ولكن شتوي، يعني ولكن كثير من الاخوه الذي اقتنوا يعني لأمر، وهو عندما يأتي إن شاء الله فصل الشتاء يعني فلن تجده، يعني لهذا بعض الإخوة يأخذون عطور فيضعونها حتى يأتي وقتها. منهم أودو سبايس. أودو سبايس يعني أداؤه فهو جبار. أول تجربة لي معه ظننت أن العطر ضعيف، يعني ظننت أن العطر ضعيف، يعني سرعان ما يعني يكاد العطر يختفي. فبعد مرور بعد الوقت، يعني 20 دقيقة 25 دقيقة، فسرعان ما يبدأ بالهجوم وبالتحرك، يعني العطر مهاجم، العطر يتحرك بسرعة لدرجة على الملابس في 24 ساعة، عادي 24 ساعة يبقى على الملابس، يعني فوحانه كما قلت لكم، يعني العطر مخادع، يظهر ويختفي، يعني فوحانه يعني ساعة ونصف ساعتين، تباته 7 ساعات 8 ساعات. العطر ممتاز للأجواء الباردة، الأجواء الشتوية، وعطر فخم، يعني عطر ممكن أن أقول يعني عطر للخرجات الليلية، عطر السن، يعني ممكن ارتداءه للشباب، وممكن يعني فوق 35 سنة 36 سنة، يعني العطر مناسب جدا. العطر أيضا لا يصلح للأماكن المغلقة، فالعطر يعني قوي، والذين يعرفون عطر سبيس بوم اكستريم سيعرفون عن ماذا أتكلم. فأودو سبايس يبقى بديل رائع لفيكتور اند رولف سبيس بوم اكستريم، وبثمن جد مناسب 170 درهم في قصر الفخامة. ومرحبا بكم إخواني، ذكرت لكم يعني أداء العطر فهو رائع، ويبقى الاختيار لكم، ونحن دائما أقولها، يعني أتشارك معكم معلومات، وهذا هو قصر الفخامة، وهذا هو أبو معاوية، والسلام عليكم ورحمة الله.